معنا مشاهدينا الكرام هاتفيا من دوحة الأكاديمي العراقي دكتور أحمد كسار. مرحبا بك دكتور أحمد. تصريحات إذن متضاربة من العبادي والمالكي بشأن الأغلبية السياسية، كيف تقرأ هذه التصريحات الآن؟ الحقيقة القوائم الانتخابية التي صدرت والتي تسعى إلى أن تمثل جميع أطياف الشعب العراقي، حقيقة العراقيون يعلمون أنها ليست لا لله ولا للوطن، وإنما هي دعايات انتخابية لكي يقال أن قائمتنا لا تفرق وأنها جمعت جميع الأطياف. فبالتالي هذه الخدعة الرابعة وليست الانتخابات الرابعة التي يسعى من خلالها للضحك على العراقيين ونهب مزيد من ثرواتهم واستحقاقاتهم في عيشتهم المدنية. فبالتالي العراقيون باتوا لا يستغربون أو لا تنطلي عليهم مثل هذه الدعايات. يعني العبادي قال إنه لا يؤيد الأغلبية السياسية التي تريد استبعاد الآخر، من هي الفئة المستبعدة التي قصدها العبادي؟ طبعا الفئات التي تقاطع الانتخابات لأسباب أخرى من المكونات كافة، يعني هناك تيارات قوية في الشيعة، في المكون الشيعي قبل السني وفي الكردي، لأنهم رأوا أن هذه القوائم التي تدعي الأغلبية أو تدعي في برامجها الانتخابية حرصها على العراقيين باتت لا تمثلهم بشيء. فبالتالي عندما آتي بأشخاص يمثلون مكوناتهم، هؤلاء سيكونون أبواق لهذا الحزب أو لهذه القائمة في الانتخابات من خلال محافظاتهم وأحزابهم التي ينتمون إليها ومكوناتهم يعني بالأساس. نعم. في سياق التحركات الدولية، جيمس ماتس حذر من تلاعب إيراني محتمل بنتائج الانتخابات، ما الدور الذي يمكن أن تلعبه إيران قبيل الانتخابات؟ طبعا إذا كانت الانتخابات السادسة التي مضت في العراق هي انتخابات أمريكية، فبالطبع طبعا هذه الانتخابات إيرانية بامتياز، وذلك لأن الوجود الإيراني على مستوى القادة والقاعدة متواجدون في الميدان العراقي، فبالتالي هذه انتخاباتهم وهذا جزء من استحقاقاتهم كما في تصورهم لحرز النصر السياسي بعد أن أحرزوا النصر العسكري في الدمار الشامل للمدن العراقية. موقع البيت الخليجي للدراسات قال إن الشارع العراقي لا يبدو معنيا بالانتخابات، كيف ترى موقف الشارع العراقي في هذا الصراع السياسي؟ يعني الذي ينظر إلى واقع العراق والعراقيين، يعني هل هم بحاجة في الأولويات إلى هذه الانتخابات؟ حاجتهم إلى الماء الصافي للشرب وإلى التخلص من المدارس الطينية وإلى يعني حاجيات الإنسان الضرورية في نظر الشارع أو في نظر المواطن العراقي هي أولى من هذه الصراعات السياسية والانتخابات والوصول والتوصل إلى المكاسب والمستقبل السياسي المظلم الذي يعني لو كان العراقيون يرون أنه ما بعد الانتخابات خير لهم ذهبوا كلهم للمشاركة، ولكن أصوات المقاطعة اليوم من جميع المكونات العراقية لأنهم لا يرون في هذه الانتخابات شيئا. شكرا جزيلا لك من الدوحة الأكاديمي العراقي دكتور أحمد كسار.